عم اشتغل له فشوي هيك تلوتت الشرشف تلوت بالزيت وانا طالع من البيت سكرت الباب سمعت دعوة مرته علي لانه لوت لها الشرشف اسمي احمد لطفي من تولد دمشق خريج جامعة تشرين 2005 قسم العلاج الفيزيائي نزلت من المطار معي شنطاية صغيرة حامل على كتفي فيها شوية ثياب وكذا وهل 114 دولار ومعي رقم تليفون لشخص بيقربنا قربة شوي بعيدة الشاب أخذني على البيت اللي هو ساكن فيه وكان سكن شبابي متواضع جدا يعني $100 صراحة خلصت من الأسبوع الأول فالثلاث أيام أو الأربع أيام الأولى كنت أضيون عم ندور على الشغل أول شيء دورت وين في أحد له علاقة بالعلاج الفيزيائي دورت حكم أنه أنت ما معك اللغة التركية ما مشي الحال قلت لحالي يلا انا معي لغتين انا بتكلم الانجليزيه بتكلم الاسبانيه فقلت لحالي يعني ممكن اشتغل حتى ريسبشن اي شيء يعطيني خليني ضل واقف على رجلي فبالنهايه بعد ما مضوا العشر ايام الاولى انا كان صفيان معي 5 ليرات فالشاب هذا نصحني كان قبل بيومين في مجموعات على الفيسبوك هاي المجموعات للسوريين هون باسطنبول فقال لي انشور فيها انه انت مثلا بتعمل جلسات كذا بتعالج انشور فيها وشو ممكن رب العالمين يفتح عليك من هذا الباب قلت له ماشي ونشرت لما قلت لك كان بقيان ال5 ليرات بجيبتي فالشباب يلي قاعدين بالسكن الشبابي معنا طلبت منهم قلت لهم خلاص انا هيك يعني هاي اخر ورائي خلصوا مصاريي وانا من الاشخاص اللي ما بدي ايام هن بيشتغلوا بالكوي كانوا شيء بالخياطه شيء بالكوي فقلت لهم انه شوفوا لي المعلم تبعكم بالشغل بشتغل معكم بس يعطيني يوميه لانه انا مفلس فانه بعد ساعه وشوي او ساعتين تلقيت اول اتصال الو السلام عليكم سيدي كريم نحن في عنا الحجي صاير معه فالس شقي وبدك تجي شوف لنا يا قرينا اعلانك على الفيسبوك قلت لهم طبعا بيجي ما في مشكله ولا ما اشوفك تمام ان شاء الله تمام تحياتي تمام السلام عليكم حجي كان ممكن اعالجه انا فقلت لهم ما في مشكله ممكن نبلش جلساته شو امكانيتكم الجماعه درويش ما عندهم امكانيه يدفعوا 20 ليره فقلت لهم ما في مشكله 20 ليرة بالنسبة لإلي هي هون ما لها قيمة ولكن بالنسبة لإلي كشخص ما معه مصاري 5 ليرات روحة 5 ليرات رجعة بضل لي 10 ليرات هاي 10 ليرات يعني أكلت وشربت فيها مبدئيا ما اعتزت اشتغل غير مهنتي يعني هون أنا ضليت بمهنتي ما طلعت براتها فوافقت ومن بعدها الحمد لله رب العالمين رب العالمين أكرمنا بمجموعة معارف في بعض الدكاترة بنعرفهم من سوريا اجوا لهون فعرفونا على مجموعة مرضى آخرين والحمد لله رب العالمين تيسرت الأمور بتشوفوا شلون عم ينتقل من إنسان غير قادر على أداء مهامه اليومية إنسان يعني محطم نفسيا حكم أنه هو حاس حاله عالي على الآخرين بينتقل بالتدريج على نظرك وبشكل هيك مباشر لإنسان منتج